في الاستوديو نجيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الاستوديو نجيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو فاهمين الطرح متران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس كورة باللاستوس في سبور بلوس اللعبة تقول ما 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 توس شيخة بالكورة والتحليل نظيف زروق اني ما ترى ما تحسو الضيف الكابتن حسني سبي سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يسمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع اللي ما يشطش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيوفها بكاتش والدخلة بالبنادر بوسي الدفاتر العليمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيكو حبكة لعبنا له فكة كورة في الشبكة نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك مع مافيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو علي علي يفهم سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة سبعة ودرجة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من سبور بلس الجمعة 23 أكتوبر 2020 عودة يومية لأهم وآخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم تحية للجميع وين ما كانوا في الاستماع وين ما كانوا في المتابعة عدد جديد نتناولوه كالعادة لآخر الأخبار الرياضية كذلك نذكركم أنه تنجوا تتفرجوا فينا في المباشر 24 ساعة على 24 على شان يوتيوب راديو اف ام كذلك على الصفحة الخاصة بالرياضة راديو اي اف ام و اي اف ام سبور مرحبا بكم توت سويت باش نبدأ في سبور بلس في اي اف ام سبور بلس اليوم نحكي ياسين العياري يتهم وجيه الجري وديع الجري وشقيقه باختلاس أموال الجامعة ووجيه الجري يلجأ إلى القضاء باش نرجع بأكثر تفاصيل حول الموضوع هذا كذلك نحكي على جريدة الصفحة الإلكترونية لبي بي سي البريطانية تونس ناشدت أحمد لولاية ثانية على رأس الكاف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم دارت قرعة رزنامة الموسم الرياضي الجديد باش نرجع لأهم المواعيد وبطولة الرابطة المحترفة الأولى وسط تحذيرات الأندية المتذبذبة ومن غير ما ننساو الرقم متاع اليوم اللي باش يكون في علاقة بالمركب الجديد للترجي الرياضي التونسي باش نرجعوا له بكل التفاصيل الخاصة ببارك الترجي الجديد هذا كله غير من الأخبار والمسجلات معكم أيمن زروق في الميكرو عز في الإخراج واوي ام في الديجيتال وأتمنى لكم الإخراج الرقمي على لي اف ام تي في سعيد جدا بوجود معنا الجمعية غاب البارح كابتن خالد حسني لكنه يرجع لنا غلط في البلانينج مساء الخير على سالة كابتن بلانينج فاميليال كيف كان يرجعوا البلانينج فاميليال رجعوا مش مشكل لا لا ولا بالحق هذا كموضوع اجتماعي كبير جدا ليس الوقت متاح انت عاد تفقه في الفن والاجتماع والسياسه وعنا موضوع سياسي شويه تقطق فيه مواهب شو ساعه راهو الناس كل والله معناها فرحانين بالواحد مش ناس في القفه خاتيني القفه معناها واللي يمشي على يتبع في الحصه لان الحصه متنوعه شو ناقصه كان غنيه فهمتي هكا والله كانت ناقصه شايف الكلام تاع راديو غنيه فما حتى مشكل لا متنوعه رياضيه ثقافيه سياسيه فهمتي ولا وخرجنا عن نمطيه هذاك البي الفائده سامحوني سادة المستمعات جاك ميساج في المباشر ذي حامد يا حامد يا سفيان ذي بعث لك ميساج السلام عليكم ذي يكون حاجة شخصية بنجمش تقولها في اللوطين رد بالك يا كابتن مرحبا بك المستمعات المستمعين كالعادة فهمتي ولا وإن شاء الله نعديو معناها حسة باية ولو يا سمير توا وريني الأخبار والله سادة المحاك معاش رياض معاش سادة الملاعب حصة سياسية باش نزلزوا بالكدا في القانون والسياسه يا خويا منوني لاخر العام سي باش نحفظوا كل الفصول والدساتير وهذوكم الكل المجالات التاديبيه والقانونيه وزيدهم شويه عرق سياسي وبرلماني متمكن راهو متنوع مش رياضه بركه سمير تبكلا سمير ولا حسام علي عندي ثقه وانا عندي زاده ثقه عمياء فيكم وفي تحاليلكم السياسيه والاقتصاديه والجغرافيه كذلك رافقنا سمير السليمي مساء الخير على سالة سمير تحيه ليك زروق حسام الكابتن خالد حسني معلم
المعلم هذاك، الناس الكل اللي يسمعوا فينا. ملا مريول مرحبا بكم. توا دخلنا للشتاء سي اكاهو شتيته نص وقت اللي اليوم 34 سخانه، انت لبست مريول صوف في الجدار تبرد يعني كل تبرد على ذاك سميرة عنده كليماتيزير تقريبا والله لاني فاهم وعلى ذكر لي كرونيكور بالنسبه للكوره، احنا في بالك بدينا هالميدان هذايا في بالنا كوره وكهوا دونك نتفرجوا في 90 دقيقه ونعطيوا راينا، كل واحد يعطي راي وجهه نظر نتاعو محترمه. توا يا خويا لازمنا رسكله في القوانين في الامور. توا شويه بنيه تحتيه متفقين، اكتشفنا انه شويه نمشيو شويه للتحكيم ونعطيو راينا ورقه حمراء في لانتي والله صح. هم نغوصوا في الامور القانونيه يا خويا والفصل انت معناها الجمعه ذي فهمتي ولا والفصل كذا والفصل كذا فهمتني يا خويا. شبهات فساد وتلاعب والكور دي كونت يا ودي اسمع شد لي روحك برك عاش ما نعرف قدر هالانسان اللي ما يفهمش ميدان ماذا به يقول باس. والله والله العظيم كذلك يرافقنا حسام العجلي. اهلا وسهلا مرحبا يا حسام. ولد زروق مساء الخير سمير الكابتن نادر سير توا على الواتساب راهو يتبع ولقى وستيلو ويقيد مؤكد جدا كل المستمعين في الكونفينمون الحجر الصحي في الوتيل لا 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 الفوزق ماكش ناكلوا كلكم تامينين. تحياتي لكل المستمعات والمستمعين والكل اللي يتبعوا فينا. سمير قال اليوم ولينا نحكيوا برشا على الامور اللي بعيده على الكوره، ونتذكر وما جيت قلت لك في بالي انا نحكيوا 90% كوره وبعض الاحيان شويه وفحات ولات القضايا هي السياسة باش ترجع الشامبيونات. على الاقل احنا ايمن سمير احنا كي جينا موضوع قانوني شو نقولوا؟ نعطيو راينا هكا من برا ونقولوا نخليو اهل الاختصاص هما يفتيو. توا ولاو جماعه السياسه يفتيو في الكوره ويفتيوا في كل شيء. اي خليني عاد تعليقك لمن بعد عاد مازلنا ما بديناش ليميسيون. هاك حرقت روحك لمن بعد. اشوف باش نسكروا البرنامج باش تخلي لي تخلي لي من بعد عاد باش نحكيوا. مرحبا بكم الناس الكل، انا متشوق الويكاند يا كابتن خالد حسني كيفاش باش تعديه؟ محضر ويكاند حاجه باهيه يا اخي الويكاند مازال فما ويكاند في تونس بس كوبيد بالنيجيريا هذيا اللي عايشين فيها بالجينيا. لا انا ويكاند جينيا اللي عايشين فيها. سمير باش يجاوبنا على السؤال هذا في اخر الحصه. لا انا سمير عنده جواب انا عندي شهرين ما خرجتش من الدار كونفيني خير هو جست نمشي للراديو ولا التلفزه كاهو. مرحبا بك سمير، مرحبا كابتن خالد حسني، مرحبا حسام الحجلي. البدايه كالعاده كما سنسوا لانفو دو جور اهم واخر الاخبار في اخر 24 ساعه. لانفو دو جور باش نبداو بالاخبار اللي خرج في النسخه الالكترونيه لاذاعه البي بي سي البريطانيه. تونس ناشدت احمد لولايه ثانيه على راس الكاف. يا كابتن نحكيو على تقرير صحفي نشرته البي بي سي البريطانيه كشف انه تونس كانت من ضمن 46 جامعه كره قدم في افريقيا ناشدت الملقاشي احمد للترشح لولايه ثانيه على راس الكاف. التقرير هذا زاد اشار الى انه ثمانيه جامعات فقط من جمله 54 جامعه في كاف لم تناشد احمد وهي الجزائر بوتسوانا نيجيريا سيراليوني جنوب افريقيا الزيمبابوي واوغندا. اكيد شويه اخر في الديجيتال تخرج لكم ان شاء الله التقرير هذا نتاع البي بي سي والوثائق اللي خرجتهم البي بي سي. تعليقكم على هذا الخبر؟ تونس حسب هذا المقال وحسب هذه الوثائق ناشدت الملقاشي احمد في الترشح الى رئاسه الكاف. تعليقكم كابتن خالد حسني حسام وسمير السليمي. كابتن والله شو كنا نرجع لكلامنا. ما عندكش حاجه تعبر على ما والله شو ما عنديش ما عنديش حاجه تعبر خاطر هذا قلناه والكلام مره اخرى قلت لك راهو قلت راهو شو هذيك فازي الخبر عادي اي قلت لك راهو الانتخابات راهي كواليس وتو منذ جمعه قلت لك راهو تونس ما حبش تدخل في المتاهات هذه لان احمد راهو ولايه ثانيه الناس الكل معاهم دعمته وحتى خاصه انفونتيرو قلت راهو تونس معناها خمت اللي ما تعملش الدوانه معاه شو تعمل هكا بون وهذا هو اللي صار. كي اليوم نقراه احنا افريكا كولس ان كان بريزيدنت احمد شويه انجليز كابتن تو سيك سيكونتير معناها مناشده اليوم مناشده من قد ايه 46 جامعه كره قدم مناشده لولايه ثانيه لاحمد احمد معناها الحمد لله معناها كنا على صواب معناها اللي فما اللي فما راهو اتونسيون واحنا خلينا نقولوا يا كابتن بكل صراحه
ونحليو الشعبوية والعاطفة والمشاعر و... به. والنفاق بعيدا عن كل هاتي الواحد. ما هي مكانة تونس في إفريقيا؟ اقتصاديا صفر، استثماريا صفر، سياسيا صفر، رياضيا صفر، ثقافيا صفر. لماذا؟ لأن الانتخابات لها طابع سياسي، ما حبوش يفهموا أن هذا المنصب منصب سياسي. إذا أنت ما عندكش تأثير في في مجالات هذه اللي كنت نقول عليها في إفريقيا، ليس لك أي معناها حظوظ لي بور بلجيس معناها سيت بريزيدونس. وهذا الكلام انت ديجا كنت قلته جمعتين تالي وقت اللي تناولنا الموضوع، انه الحديث على تونس خارج موازين القوى كما قلت انت وقتها. اي لكن هنا يبدو انه تونس اختارت الحلف نتاعها، اخترت الثنية نتاعها في الانتخابات. لماذا؟ لان الانتخابات واعيد واكرر مصالح. إذا الناس ما حبش تفهم اللي هي مصالح، حتى احنا عندنا في تونس مصالح انتخابات. من الاخر يقول لك راني ما ننتخبش هذاك الحزب، هذاك والحزب هذاك شيطان ومجرم، غدوا تلقاه متحالفة معاه، كلها مصالح. دونك ايش يقول لك ملولي؟ يقول لك مصلحتي هي معناها مع الأغلبية. الأغلبية 46 اتحاد، معناها 8 اتحادات اللي هما نيجيريا، كوت ديفوار، بوتسوانا، الجزائر، سيراليون، ساوث أفريكا، أوغندا، وزيمبابوي. هذوما هما اللي الوقت الحاضر مازالوا ما عطاوش الدعم. معناها كي واضح كابتن، كي انت تشوف هذا كله الدعم، بالرغم بالرغم ان الفتره نتاعو كانت محل جدال كبيره و... وتحقيقات. هذا هو اللي باش تجرني باش نسالوا سمير و 20 مليون دولار ما لقاهم، واحنا ماشي بالرغم هذا كله. الناس معاه يا كابتن، يشوفوا يجيو ضد احنا التيار، يجيو ضد مصلحه تونس. هي الدبلوماسيه في معناها انت غدوا في اللونيو، يش يقول لك هذايا هذايا كابتن شو مش عاملوا، تقول ليه مش هذاك نمشي مع واحد اخر؟ ليه مش معقول؟ فما مصلحه تقتضي. انا بالنسبه لي انا من زاويتي انا، احنا ما نقولوا راي تونس ومصلحه تونس الشعارات، إبا مصلحه تونس وراي تونس بالنسبه لي انا هي معناها مع احمد احمد. اذا الناس كل مع احمد احمد، علاش تحبني انا ضد احمد احمد؟ واضح جدا. سمير سليمي، تعليقك على الخبر هذا، وباش نسالك زاده فرد وقت، رغم الفتره الاربع سنين تعديهم تاع احمد احمد ياسر جدل فيهم، العديد اعتبر انه السيد هذا الفساد في وسط الكاف كثر اكثر من عيسى حياته اللي هو متسمي عليه الفساد بعينه. رغم هذا كل الطرق يبدو انها ماشيه في اتجاه انه ولايه ثانيه لاحمد احمد، وتعليقك على الخبر. لان الانتخابات فيها لوبيات وفيها مصالح وفيها قوى، مالا شنو؟ مش هكاك تصدق؟ لا هكاك هو تفدليك هي راي تونس، راي الكاف راي. وانا جمعتين التالي في البلاتون تاع التاسع كنت اتكلمت في الموضوع هذا، وقلت انه لا حظوظ لنا في الترشح الرئاسي على مستوى الكاف. اللي معايا في البلاتون احترمهم الناس نحبهم، قالوا لي دعم الدوله. دوله ماذا؟ قلت لهم دعم الدوله نتاع شنو؟ دوله حتى تقاسي اللي عندها، حتى تقاسي امورها الداخليه، دعم الدوله نتاع شنو؟ ما همش فاهمين الانتخابات وش معناها، يعني لوبيات، تحالفات. تصور انت كان دخلنا للمنافسه في الانتخابات الرئاسيه، كنا باش نخسروا مقعد على المستوى المكتب التنفيذي. وقت السماح، العاده تكلمني على الترجي الافريقي للصفاقسي لحتى حد على المستوى الافريقي، حظوظنا الكل ستنهار. وتخسر الدعم تاع الكاف. وتخسر الدعم تاع الكاف، اما خير نمشيو للتنفيذيه ويكون عندنا ممثل ويكون عندنا ناس غاديك تسهر على الاقل على انه حقوق الانديه التونسيه والمنتخب التونسي تكون موجوده. فبالتالي انا كنت تكلمت باهي يا سيدي، نحي هذا كله. 48 منتخب أيد أي ناشدة، ماهيش ناشدة، هي 46. هي تزكية تزكية تزكية. 47 بتونس، 47 ناحي تونس يا سيدي. ليه 46 كل في كل ما فيهم تونس؟ ما فيهم ناحي تونس 45 هاي سيدي، ناحي 10 أخرين. والله ماني عارف، ناحي 10 منتخبات أخرين. 35 ديما يربح، ديما باقي يربح، ديما يربح. كلام هذا نتكلموا فيه والله ماني عارف، ولا ماني فما منطق او الاشياء. ثم قالوا لي، قالوا احمد احمد الفيفا تحارب فيه لا. ولجنه التحقيقات الفيفا مدعمته. اي افكتيفمون الفيفا مدعمته يا اخي. اي وصار اوديت وفاطمه سامورا. انت كيف تفهم؟ انت كيف تفهم انه الانتخابات تحولت من موريتانيا الى المغرب؟ انت كيف تفهم انه زوز انديه مغربيه متواجده في نصف النهائي؟ انت كيف تفهم انه خذاو بخاطر الرجاء تنرجعوا بعض وثلاثه في الكاف انه خذاو بخاطر الرجاء المفروض معناها
خاطر الرجاء لان الكورونا هذه واخوات نفهموا المعادلات كيفاش تفهم المعادلات يا خويا تفهم كل شيء. حسين باش نرجع لك بعد الفصل بعد فتره فيك اكيد جدا باش ناخذ رايك في الموضوع هذا كذلك من زاويه اخرى مهمه جدا في علاقه بالمغاربه وباللوبيات وبالامور هذه كله اخر اخبار الطرقات مع صديقتنا ايناس باش نرجعوا بعد شويه في سبور بلس. اي اف ام انفو ترافيك مسيكم بالخير ومرحبا بكم على يافين. في تونس الحركه مازالت معطله في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزه هويت في اتجاه النصر، مازال فما ضغط صغير على الاكس دو اللي جايين من حي الخضره في اتجاه المنزه، فما اكتظاظ نيفو الانطلاقه للي جايين من حي التضامن، على جي بي 5 الحركه مازالت معطله شويه للي جايين من فاماخس في اتجاه باردو، فما زاد امبوتياج في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه رون بون ليسكال، وفما ضغط على جي بي 3 في فوشينه للي جايين من حي الهضاب في اتجاه حي فاماخس، في سوسه الحركه رزينه شويه في شارع النخيل نيفو بلدي خزيمة، ويرجع الضغط في شارع إمام البخاري للي جايين من خزيمة الغربية. سينو الحركة تبقى عادية في بقية الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما فوت خفيك، واللي عنده معلومات ملكية ينجم يكلمنا على 58 550 711. كانت هذه لانفوت خفيك وآخر فلاش لليوم. عفوا أنا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينة وسيس رويحكم في الكيس.
اتهم انسان بتهمه فعليه يثبت ذلك، والمواطن وليس رئيس الجامعه واخوه او غيره، كل مواطن نجم يلتجي الى القضاء، حتى انه النائب اذا كان حتى كان عنده حصانه فانه القضاء ينجم يبط في القضيه وتبقى الواحد معلقه ولا كذا. فانا من ولكن ولكن انا من حقي كمواطن تونسي اني اللي يدعى عليا بالكذب اني نلتجي للقضاء. صحيح، هو الزوز اطراف عندهم الحق الى في نسبه ما حسب القضاء شنو هو اللي يقول. هو في الاخر بالكل ثم مواطن راه ربح رئيس الدوله السابق المرحوم بيجي قايد السبسي على خلفيه تدوينه وكذا، ميساج رانا احنا في حريه التعبير انه ثم مواطن نجم يقدم قضيه ويربح رئيس جمهوريه، دونك عادي جدا انك تتوجه للقضاء. باهت حسام الحاج علي مفجوع، قل ما مفجوع. مفجوع شنو اللي فاجعك؟ خاطر اول شيء بالنسبه لي انا على الاقل بون باش نعطي رايي مادام اني موجوده معكم، لكن هذا لا يبط بصيله للسبور وللكره. معناها ساعات تلقى موضوع من الداخل تو نتاع الشابه ونتاع داخل شويه كوره، هذا ما عنده حتى علاقه بالكوره. لكن رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم هو محور الحديث عنده تو اسبوعين. بالنسبه لي انا ما عنده حتى علاقه بالكوره، دونك كان باش نعطي رايي هكا كمواطن عادي ناحي الكوره وناحي سبور. اول شيء كنت انا نفضل على الاقل انه اذا هو في مجلس النواب موجود من حقه عنده دور المراقبه، كان عندك حاجه بروف صحيحه امشي قدمها للقضاء من غير ما تعمل قبل البوليميك، قدم دورك من غير تصريحات ودليل. هو حرفيا قال مكتب التحقيق 15 يفتح تحقيق جزائي حسب استنادا على الكور دي كونت كومان دائره المحاسبات. مش لازم تقول وتحكي راهو هكا وهكا وهكا قبل ما تكون هناك نتيجه. ثاني شيء شكون هو المتهم؟ انا ما فهمتش بالكدا الحكايه، شكون المتهم؟ شقيق وديع الجيري سيد وجيه الجيري. المتهم بشخصه ولا زوز اشقاء؟ زوز اشقاء. شكونهم زوز اشقاء؟ شنو شكون؟ متهم خويت وديع الجيري. قالوا هذا يبيع في الدول. فهمتك، شو مدخل وديع الجيري في الحكايه؟ هو رئيس الجامعه خذاه ب 600 مليون من الجامعه. الجامعه داخله في الموضوع. اي خذاه 600 مليون من الجامعه. اوكي انا خايب، انا قلت انا شو مدخل وديع الجيري؟ هو الجامعه داخله في الموضوع. شاريه الدواء من عند فارماسي معينه. اوكي اوكي بفلوس الجامعه. دونك طرف. دونك بالنسبه لياسين العياري الجامعه ورئيس الجامعه طرف. دونك كما قال انا كنت نفضل انها تمشي قضيه وتكون فيها اونكيت من غير البوليميك وكلام وتخريج وتدوينات وشيء. وثاني شيء من هو كدوره كمراقبه من حقه انه يبحث ويشوف اذا فيه شبهه فساد، وحنا الكلنا في البلاد هذه بعد الثوره نحبوا ماذا بينا ينقص ويقل الفساد لماكسيموم. ومن حق المتهمين حاش يقولوا المتهم بريء هذا تثبت ايدنت. دونك من حقه هو يدافع على روحه ويقدم قضايا ببعض. وحنا كيما انا ما نتبعش مجلس النواب ما نتبعش الاجتماعات، لكن بارفوا هكا ساعات اللي تتعدى تلقى واحد من النواب خارج هذا يا فلان الفلاني راهو عامل شبهه فساد وشراء وعمل له ترفق كل يوم كذا. نتمناو انه المراقبه موجوده، لكن في الاخير لي بروف ونحبوا نشوفوا في الاخر الريزلتا وين باش يوصل. واللي عمل غلطه ولا عمل يتحاسب ديباسمون ولا عمل حاجه خارج القانون يتحاسب كاي مواطن في الدوله. كابتن خالد حسني، سيد وديع الجيري في البلاتو نتاع التاسعه مره الاخرى جبد على ياسين العياري، قال كنت نحترمه ياسين العياري ومازلت نحترمه وماذا بيا يقعد في نفس لونجاجمون هذاك، لكن ماذا به يتحرك اكثر وقت اللي يحكي على ملفات نتاع كره قدم. هذاك علاش هنا يجرنا للتساؤل نتاع علاش توا فجأة معناتها الناس الكل اللي في علاقه بكره القدم ولا تتحدث على الجامعة التونسية لكرة القدم وعلى ليزافير نتاع الكورة على شبهات الفساد. البارح سونا الناصفي وليد جلاد ولات كلاشات النوابي كلاشيو في بعضهم. ياسين العياري كوميم ياسين العياري هو يقول لك هو حسب تقرير دائرة المحاسبات. كذلك ثم حاجة أخرى بوتيتر تعطي شرعية لياسين العياري أنه ياسين العياري تسبب في إسقاط حكومة الياس فخفيخ على دوسي فساد. يقول لك هذايا ممكن أعطاته شرعية نتاع أنه فازي باش يمشي يزيد ينخر اكثر. شو معنى شرايا للثلب زاد وشيطنا بدون دليل؟ مش معقول. شو معنى شرايا تعطيك شو نعطيني شرايا؟ شو قال لك اللي هو بالنسبه لي انا بكل احترامي للسيد هو خارج الدوسي نتاع لا باحترام لا شكون عطاه له؟ تي بربي مش تدخل في امور تي مو الاخر ائتلاف الحاكم هو اللي معناه با تحب تكلمه تي مو النهضه والكرامه وقلب تونس طيحوا داخل شكون طيح؟ ما ينجم يطيحوا مو الاخرين رزان عليه باش طيحوا وذي الامور راهي يا اخوي فكري راهو فما رسائل تحت الماء ولعب تحت الماء انت ما تشوفوش مش هذا خلينا ساعه نشوفوا اللي فوق الماء. فوق الماء اخوي العزيز انا البارح اش قلت؟ ان حريه التعبير
مطلقة وكاملة، ولكن لا تنقلب، يزمش تنقلب يا سمير إلى ثلب وشيطنة ومس من الكرامة وقذف بدون دليل. به كتجي أنا نقرأ، هو عنده الحق وتقول لي أنت مش وقته، يا ليه وقته، هو عنده الحق في اي وقت. لا قلت علاش توا هنا مش إيه وقت معناه علاش توا مقبل له با علاش توا مش توا با انت ليه فجاه الناس الكل ما هو توا الحمله اللي قايمه ضد وادي عجيري ما تكلموا بصراحه وبدون اقنعه وبدون واحد اكثر ولا اقل فهمتني به، والحمله ذي خذات زوايا معناها متعدده، زوايا شخصيه، زوايا جهويه، زوايا سياسيه، وتوا زاوية انتخابيه وانتخابيه تحب تقول هكا، وتوا من زاويه الفساد، هذا الفساد مسمار في حيط، مسمار شحال عملوا هنا حتى حد لا يقاوم في الفساد في تونس، اكذب عليك فهمتني، هذايا ستين كوكي فيد ولا شمروخ مبلول، الفساد راه قلقنا من الفساد فساد فهمتني، 10 سنين هما في الفساد والبلاد غرقت في الفساد، ما عنيناش مش هذا موضوعنا. شو يقول السيد النائب المحترم؟ المصدر التقرير النهائي لمراقبة تصرف وحسابات الجامعة التونسية لكرة القدم وهيئة الرقابة العامة المالية وزارة المالية. كرة كونت اللي عملت له ديت على الجامعة. اللي عملته هي وين النتائج نتاعها؟ وين ريزلتها؟ وين كذا؟ وين النيابة العمومية؟ باهي. شو يقولوا؟ يقول شبهة. عايش خويا. كي تقول شبهة أنت يا يعني أخ، أنا غدوة نقول شبه ان خالد حسني يبيع في السلاح وما عندي عاد شيء، وبعد تقول سامحني؟ لا يا معلم مش هكا، وانت نائب وانت منتخب من الشعب وانت عندك وان الحريه حريه التعبير فهي مسؤوليه ووعي، اذا ما عندكش لا مسؤوليه لا وعي وجوزيف اخويا تفضل، هذا انا اللي قريته توا ما معنى. انا عملت يا خويا استشاره قانونيه مع خويا تعرفوه قاضي متقاعد وتوا محامي في كلمتين معني ونختموا كابتن وفي كلمتين ونختم فهمتني، ونحيوك من فهم الاخ العزيز سي فتحي حسن يعرفوه في تحيه لي تحيه كبيره فهمتني. هاي سيدي قال لي راي ذي من باب الديفاماسيون من القذف، ما معنى باش نبسط الناس، معناها كي انت تشكي بواحد ومشكيش، كي تشكي بواحد وما عندكش الادله والشكايه ذيك تطلع معناها نبسط في الحكايه معناها فهمت، بسطتها اللي انت تكذب عليه تتسمى ايهام بجريمه، ويطلب المقابل الطرف المقابل دوماجي انتيري طونسيون سي اون امبريدونس، كان انت امبريدونس كان انت تقدم قضيه من غير عندك تقول شبهه، ليه انت انا كنت اتمنى انا السيد العياري يقدم قضيه، مره قدم بي قضيه وانت عندك الادله وهذا ايش قلت من غير ما تتكلم ايه وتخرج قدم القضيه النيابه العموميه تقول لي انت النيابه العموميه اي وين اخويا قال لك مكتب التحقيق 15 يفتح تحقيق جزائي ايه فما تحقيق تحل اي كي يفتح خليها خلي القضاء معناتها مجال ونخرج قول انت ما يخدمش بها ايه تو شو الحكايه تو الناس كل يزون ريكوبيري زون ريكوبيري لو نون دو وادي الجيري بكل صراحه كابتن نتكلم بكل صراحه بون عمل ما عمل سي با انا سي با مون افير هذاك فما قضاء وذاك القضاء غائب مش اول دوسي فيه ثلب وفي فساد وفي وفي الاخر كيقول هو زعم ما هو راي الفيفا في ميثاقها يوصي بمحاربه الفساد في الموضوع، انا نقول لك يا سيد ياسين العياري كمواطن ما هو راي القضاء في هذا الملف وما رأي الهيئة العليا للفساد في هذا الملف وما رأي النيابة العمومية النيابة العمومية في كل ملفات الفساد مش كل أجمل والثلب والشتم والفيسبوك واضح كانت غائبة دونك يا أخويا احنا الحمد لله فيفمون اللي مش يبدا الشامبيون دخلونا في متاهات اللي احنا ما وهذا رايي راهو معناها وغدوه نعاودوا بعد غدوه نعاودوا فهمتني فيفمون الشامبيون مش يبدا خويا رجعونا كورتنا كلوا بعضكم خليونا خويا رجعونا كورتنا باش ما نقولش كالمخ رجعونا الكوره خلي ترجع لنا نتاعكم خاطر فريمون العشر سنوات هذوما رينا الويل المواطن التونسي راه الويل تو شو تو الدنيا خايده في تونس خايده امشي نقول لك خايده علاش تتكلموا جمعتي على الجامعة ورياضة ستين ديفيرسيون باش انت ما تمشيش للواقع اللي توا ضارب ضارب البلد، انت الناس كنت تتكلم توا جمعتين الشابة وديع الجيري اسمه سي قول انت باش يلاهيو العباد على المشاكل الحقيقية للبلاد ايوه فما امور دخلت في حملة انتخابية قبل 4 سنين مش عارف المشكل وين بسرعة ونخمو خلينا نحكيو كورة ما تبقاش نحكيو كورة بكل احترام للناس الكل التجي للقضاء إيه نعم لكن ما تخليش شماعة الحصانة
تخلي ترمي التهم للناس وتوفى الحكايه غاديك. مش تقول لي في الاخر تقول لي انا ما اتهمتكش، قلت شبهه. الشبهه تمسحني انت ومن بعد شبهه ومن بعد تختفي وراء الحصانه. الموضوع للمتابعه، موضوع للمتابعه. كلمه اخر كلمه اي كابتن عادل، بربي ما ندافعوا على حد، احنا قرينا وعملنا وهذاك استنتاج نتاعي. فمش علاش باش تبرر، كل واحد حر. كل واحد حر في فمش علاش بيرسون نا دي كونت ا روندر من المبررين. وان شاء الله كل واحد ياخذ حقه. واضح جدا الخبر الاخير. شنو نحكيو كره قدم، باش نحكيو على البطوله، لكن كذلك باش نحكيو على رامي الجريدي اللي على ما يبدو على حسب اخر التصريحات والتلميحات هو نهايه عقده مع الترجي الرياضي التونسي. هل سيواصل رامي الجريدي المشوار مع الترجي الرياضي التونسي؟ على مدو ثم مشاكل نوعا ما في الفيسير نتاع الترجي وفي فيسير المنتخب الوطني التونسي. امبارح رامي الجريدي كان حاضر في البلاتو تاع حوار التونسي مع صديقنا امين قارش. اسمها ليميسيون جودي تو يا كابتن. كليت بعضها حسيت عمل انترفيو قوي ياسر، شيء اللي خلاه يهبط ستاتيو. يقول حبيت نفسر حاجه بسيطه للراي العام، تتعمد بعض الصفحات عن حسن نيه او غير ذلك من توجيه كلامي اثر ظهوري في برنامج تلفزي انني نشرت غسيل فريقي. المدرب ورئيس النادي يعرفوا انا شنو داخل المجموعه، هذا مش معقول ومش من تربيتي. انا عبرت على رايي في حاجه تخصني من غير ما مسيت حتى حد بسوء. يذول كلكم متشوقين باش تعرفوا شنو الحكايه اللي صارت. نسمعوا رامي الجريدي باش نسمعوا باش نرجعوا نعقلوا في البلاتو. انا جوردي فاش نستنى، ما نستنى في شيء. فما عقد معنوي بيني وبين سي حمدي المدب وماشيين به. هل انت مقتنع ببلاصتك على بنك الاحتياط في الترجي؟ سنة لا. هل ترى روحك افضل من معز بن شريفية؟ مش افضل ومش اخيب، ما كنت نجم نلعب مع سنة. احنا اللي نخدموا بذريعنا ما نحبوش نقعدوا برشا على البنك. كان يخيروك في الترجي يقولوا لك كان تواصل وباش تكون نفس الوضعيه نتاعك على بنك الاحتياط، تقبل ولا لا؟ باع ما نقبلش. يلزم تكون فما كونكورونس بيان سور، لا كونكورونس نظيفه اللي تخلي جو المجموعه اون جينيرال في لي بوست كلهم يقعد جو المجموعه نظيف. ساعات من غير ما تتكلم انا يلزم صاحبك يفهمك. هل تعتبر روحك بلاعبي مرفوض في المنتخب الوطني التونسي؟ في وقت ما اي والله كان فما واحد ينجم يقولوا لنا علاش، هما جماعه المنتخب. هل فما ملاعبي ما يحبكش في المنتخب الوطني التونسي؟ بروبابلمون. فما ملاعبي بالذات يقولوا انه ما تفهمش معاه انت، الملاعب هذا هو نجم في المنتخب الوطني التونسي وقال لهم الملاعب هذا ما يلعبش، صحيح ولا لا؟ يمكن في كواليسهم تقالت، ما بالنسبه لي انا علاش. وصلك كلام انه في كواليس فما كلام تقال هكا؟ ما يهمنيش، تسمع في الشارع الرياضي تسمع كل شيء، تعرف شو نقول في الاخر؟ هذيك حسبي الله ونعم الوكيل. معناها قالت في وقتها في شكون؟ في اي شخص انا حط لي العصا في العجله. يوسف المساكني صحيح ولا؟ والله الناس كل تحكي هكا، لي غومور في الشارع يقولوا هكا، فهمت؟ انا ما عنديش معناها ما عنديش مشكله مع يوسف. هذا ابرز ما جاء في الحوار نتاع رامي الجريدي. استعمل برشا الكلمه نتاع حتى عصا في العجله، الفيستير كذا، المؤامرات وذاك الكل. تعليقكم على التصريح وعلى رده الفعل والستاتيو نتاع رامي الجريدي؟ تغش عليه بالكذا بالكذا جمهور الترجي. متغشش، متغش من شنو سمير؟ من رامي الجريدي؟ من الانترفيو الكل بصفه عام. توا حضور لاعب في برنامج تلفزي ساعات يضر به، ونوعيه الاسئله الموجهه ليه نوعية استفزازية. مالوغوزمون رامي الجريدي نعرفه أرزل من هكا، ما يتيحش في البياج متاع صحفي حبي يوجه له أسئلة ربما مستفز. مستفز أولا الساعة يقول أنه عندي عقد معنوي مع الطرف. فماش عقد معنوي قانونيا، لازم عندك عقد ولا ما عندكش؟ مادي. فلا عقد قانوني مادي، صحيت كابتن فولا. عقد معنوي شنو معناه عقد معنوي؟ معناه خذيت كلمه من عند سي حمدي المد باش يكمل نتكلم معاه. ثم تتناقض مع احترامي ليه بطبيعه الحال ويقول تو الحارس تو معروف بن شريفي، يا اما تقعد في الترجي كحارس ثاني وتقبل بالامر الواقع، يا اما تشوف نادي ثاني وانت حر في ذلك. قال بن شريفيه ما كانش افضل مني على طول الموسم. هو اللي قيم، هو المدرب ماهوش اللاعب. قال في نوعا ما كنت نجم نلعب اكثر. هو رايه هذاك. ما انت كان تحب تلعب امشي لفريق اخر، اما انك تتكلم وتقول المدرب هو اللي يحكم شكون يلعب شكون ما يلعبش. ثلاث، انت ما تلعبش في الاسبيرانس، تتكلم على المنتخب التونسي تلعب ولا ما تلعبش؟ فك مقعدك في الاسبيرانس وتمركز مليح وبعد تكلم على انك تستحق دعوه للمنتخب ولا لا. هكا المنطق، انا ماني ضده راهو، هذاك هو المنطق. ثم انا ضد، وكنا ملاعبيه ونعرفوا الشيء هذايا، انه الفيستير راهي حرمه. الفيستير عباره على دارك،
حتى تختلفوا في وسط الدار، كي تخرج باب الدار يختفي كل شيء. غادي الدار لها اسرارها ولها حرمة، وفيستير اي فريق مش ترجي فقط لها اسرار وكذا. فانا نقول مع احترامي بتابعه الحال لرامي، اخطا في الباساج نتاعو في نوعيه البرامج اللي حضر فيها. كان حضر في برنامج رياضي وتكلم بطريقه اخرى ربما نتفهم، لكن برنامج بالطريقه هذه محترم الناس كل بتابع هذا الطريقة. ما يبرر ربما رده فعل جمهور الترجي والاستاتيو التوضيحي اللي هو هابط الاستاتيو خاطر جمهور الترجي ترش عليه. انا راني لا تفرجش في فيسبوك لا وما تفرجش فيه وما شفتش رده الفعل معناها تو راني باهي. حسام الحاج علي انت تبكي، شنو اللي باكيك في الموضوع؟ خاطر نرجع مرة أخرى ديما نقولوا خليونا في الكورة ويزيونا من الحاجات كمان حسين فما كورة. شو هنا نحكيه مثلا سؤالي نجم نعطيك سؤال كورة هو أنا مش على لا لا على الموضوع ميسالش هو الموضوع يحكي على الكونكورنس بين هو بين معاذ بن شريفي. خلينا نعطيك أنا سؤال نحكيه فيه كرة قدم وفي علاقة زادة بالانترفيو هذا. هل كان يستحق رامي جريدي وقت أكثر لعب هذا الموسم من عام مبلي؟ أنا باش نكون ديريكت معاك، لأنه رامي جريدي اللي قالوا كل ما عنده حتى محل ملعرة اور سوجي بالنسبه لنا. ريتك تعمل تعبير كتابي ويكتب لك اور سوجي ويعطيك نوت خايبه بالنسبه لنا اور سوجي. ما نجمش يكون هذاك نتاع عبد مثلا متغشش وما يخوف في خاطره. شوف احنا نعرفوها في الكوره ولعبنا الكوره، متغشش وحط في قلبك مثلا حتى حد يحب يقعد على البنك، اما نحي بلاستيك بالروندمون وبالتيران. وقت اللي لعب رامي جريدي اش عمل؟ شويه اللي خرج لسبيروس من كوب دافريك، تتذكر ماتش اوغندا البونتو اللي بريميرو دي اغوستو وقت اللي جاتك الاوكازيون ما ثبتش انت الحارس الاول. اليوم معز بن شريفيه اثبت وقعد على البنك. وقت اللي قعد على البنك اش عمل معز بن شريفيه؟ قعد يعارك حتى لين استرجع بلاصته. انت تقول دان كوتي يعارك في لونترينمون، اش قلت في لونترينمون؟ لا لا تعارك تعارك على بلاستك، اضرب على بلاستك، ترينا هو يترنى ساعه ونص يترنى ثلاث سوايع، هو يعمل اكي ولا ترينا دوبل ولا ترينا حسام. هل نجموا نلخصوا الباساج نتاع رامي جريدي في الترجي العامين زوز مواسم في المباراه نتاع بريميرو دي اغوستو؟ لا 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 خاطر يظهر لي العديد الباساج الكل ما شد منه كان هاك الماتش وكل هفوات اللي صار. اعطيني انت من الباساج نتاعو حاجه عمل له وجابت راح كبار وورى اللي هو الحارس الاولاني. ما قلتش انا راهو حارس خايب، لكن ما وراش اللي هو خير. وانت تتصور اي اونترينور في جمعيه في الاسبيرونس ولا الكلوب ولا الاسبيرونس ولا حملف ولا بيجا ولا قرقنه ولا اي ايكيب في العالم، الاونترينور ما يلعبش احسن واحد؟ هو دان كوتيش يقول يقول نعاود نوقع الا ما في كونكورونس. معناها انت تقول انديريكتومون اللي ما ثمش كونكورونس واللي بن شريفيه قاعد يلعب بطريقه اخرى هكا، ولا اذا تقول انت اذا في كونكورونس نقعد معناها هو ما فيش كونكورونس؟ هذا ما فهموه العباد. لا واضح هو الكلام ما يستحقش مفهوم. اليوم شوف انا ديما نقول كيما تكلمنا على بن ساحه البارح، كيما نتكلموا على رامي جريدي ولا نتكلموا على اي جوار، الكلنا لعبنا ودخلنا في كونكورونس وقعدنا على البنك ونحينا بلاصتنا وجابوا لنا جوار. واضح حسين ما تعارك الا بالتيران. اليوم اذا معين الشعباني ولا في جمعيه اخرى يراك انت البريمير جارديان تو يلعبك بريمير جارديان، اذا انت قابل تدخل في الكونكورونس. لان في اي جمعيه في العالم سيتو بوست دو جارديان ديما ثما بريمير جارديان دوزيام جارديان تروزيام جارديان. بالنسبه لاسبيرونس اليوم بن شريفي هو بريمير جارديان، انت تو دوزيام جارديان. اذا دخل وقابل انك ممكن تنحي بلاستك عاود صح، اذا عاودوا صحوا لك هما هو نهايه العقد. اذا جمعيه عاودت صحت لك وعارك على بلاستك مش في التلافز ولا في الجرايد انك نحي بلاستك. باش نخرجوا فاصل صغير وباش نرجعوا نحكيوا على البطوله الوطنيه. اليوم كانت الرزنامه والعوده عن قريب على البطوله. اسمانيا متاع الليل حاتم بالحاج يحاوط النهار. جلال بريك ينتقد في الكرونيكور متاع اي اف ام ويزبط في حاجات ما نعرفش، انا مانيش حق من متابعين ليزاسيدو متاع جلال بريك، بس ساعات كي نقلق نحط هكا شويه باش نشوف وين وصل الفيلسوف. ما نتصورش نقبلوا عليك خاطر انا اللي تقول فيها زين ونظام، انت بيدك تنقل فيهم على هشام نوستي. في ساعه باسلوبه الخاص في مع حاتم. هذه كلمه تونسيه انا معناها تعجبني برشا، هي التزأبق، هم قاعدين يتزأبقون وهاكم ترى 2021 تنطلق بعد قداش جمعتين من توا يظهر ليها عودة إيه؟ البطولة إذا عادت أخيرا والحمد لله وباش ترجع الكورة يا خويا. ريت على قد ما نسبوها بطولتنا على قد ما نسبوا ملاعبها وحكامها وجمعتها ورفضتها وعقوباتها لأنه كمان معناها تلمون ثم المواضيع اللي قاعدين نحكي فيهم هاو عاركها وسياسة هاو كذا لين ظهرت الكورة يا واو محلاها اكسجين توت سويت باش نبداو في تاكو تاك. تاكو تاك
الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم يا سمير دارت قرعة رزيمة الموسم الرياضي الجديد، بطولة الأوفل ذي إفريقيا وعربيا وأوروبيا وعالميا. بطولتنا الموسم باش ينطلق نهار 7-8 نوفمبر المقبل. عادت البطولة عن قريب أخيرا كما كنا نحكي وبعد طول انتظار. سؤالنا في تاكوتاك، من حيث تحضيرات الأندية المتذبذبة يا سمير، الكوفيد الميركاتو، هل تتوقعوا أنه باش نستناو حاجة جديدة موسم سنة؟ هل نستناو نسق مخير وتشويق أكثر مقارنة بالموسم اللي تعدى وبالمواسم اللي قبله؟ نعم أم لا؟ الإجابة على سؤال ذي في 40 ثانية الكل واحد فيكم. مش نبدأ معك حسام الحاج علي، 40 ثانية، هل تتوقع أنه سنة جديدة حاجة جديدة موسم سنة بالنظر إلى التحذيرات اللي ما تنجم تكون إلا متذبذبة على كل الأندية دون استثناء؟ 3-2-1 توب كرونو. لازمنا نرجع للواقع العالمي، الناس الكل ذرت من الوقفة هذه من الكوفيد، تقريبا كل النوادي حتى الكبار ما رجعوش 100%، لازم وقت. اليوم احنا اغلب الفرق التونسية عندها شهرين ممكن ولا اكثر من شهرين، زيد نرجعوا لهم 3 شهور ولا قداش اللي وقفتها من قبل. اغلب الجمعيات ما بداتش رجعتش تترينا، واللي رجع يترينا قص الستاجات نتاعو، يعني ثم مشاكل كبيره. اكيد الديبار باش يكون صعيب، باش يكون الريتم طايح، ان شاء الله ما يكونوش ثم برشا دي بليسور. لكن انا عندي امل اللي ممكن الحاجه الجديده اللي باش نلقاوها ممكن في الشامبيون نتاع السنه ان شاء الله، اللي باش تكون الكونكورنس اقوى شويه ان شاء الله. الكلوب عملت ريكروتمون وقاعده تنظف وقاعده تقد، ان شاء الله ترجع للمنافسه ان شاء الله. ليتوال، سي اس اس، استاد جمعيه الكل، نلقاو اكثر منافسه هذا ان شاء الله، نلقاو منافسه تحت رونق، تحت تشويق اكثر للشامبيون، لكن ترجع بالفائده للناس، لكن الريتم باش يكون مويا وان شاء الله يطلع بالمباريات. سمير السليمي نفس السؤال، 3-2-1 توب كرونو. هو سؤالك وجيه جدا، ربي فضلك. الجوله الاولى وديع الجيري، شكون تقصد الجوله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه حسب رايي باش يدخلوا في التحضيرات؟ ما تنجمش اي فريق في الجوله الاولى باش يكون حاضر. دي ماتش اميكو الاولانيين، سيدي ماتش اميكو محسوبين في الكونتور. دونك الجوله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه باش الفرق تنجم تلقى الريتم. اثنين هاهم التو الانديه اللي في الرابطه المحترفه الاولى، زيدوا دعموا الصفوف نتاعكم، نعرف ما فماش فلوس. زيدوا دعموا الصفوف نتاعكم، اشريوا اكثر ما يمكن من الملاعبين. منين؟ ولا طلعوا صغار. طلعوا صغار دبروا روسكم حتى لانه كل العام السنة عام اكسبسيونيل، مش يكون كل نهارين 3 ايام فما جورني، ما تنجمش دريت امبوسيبل. ثلاثه الكورونا نسيتوها؟ لا قدر الله، في صورة ما أنه لا قدر الله لطفع الناس الكل تضرب فريق من الفرق ولا زوز فرق ولا 3 فرق، لا قدر الله. وهذا شيء موجود باش مش تلعب البطولة وكيفاش باش تكملوا بنصيفة. واضح جدا سمير السليمي. تو نحكيو على، حكينا برشا على تحذيرات عديدة من الأندية، خلينا ناخذ صوت الحكمة الكابتن ثم نرجعوا نحكيو. اليوم نحب نحكي على تحذيرات النادي الأفريقي، اللي ثم برشا كلام حول عودة تمارين النادي الأفريقي. أين كوادر الفريق؟ أين المنتدبين الجدد؟ وقع الإعلان عليهم، نرجعوا نحكيو عليهم. صوت الحكمة كابتن خالد حسني. والله صوت الحكمة، خلينا أولا أن شروط الإعداد الاستعداد مبتورة وشبه مفقودة. معنى كي تشوف مبتورة انت... جملة كابتن. أنا نقول لك عاد، وقت تشوف أنت بريباراسيون ناقصة 8 و9 ملاعبية والآخر كوفيد صفاقس يعملك، إيه أنت غدوة كيفاش تلعب أنت؟ توا معنى الأولاد قالوا اللي يزم يتقال، إيه وكريتم الريتم يكون بعد 2 شهر 3 شهر يا معلم. ثانيا وثالثا وربي عنه عاشرا يا معلم، من الملاعبين اللي يجيبوهم؟ منين؟ ريبتور دو ستوك في تونس، ولهذا السبب التجأوا إلى الجزائر، والتجأوا إلى موريتانيا، والتجأوا إلى ليبيا. هذا هو الخطر اللي يستنى في الكرة التونسية. معناش صغار، معناش وليدات، ناخذ أنا جمعية كلوب فريكان تبارك الله عليها ملاعبية بارتو في الموان 17 موان 18 في ليكيب ناسيونال، يودي عملوا على انتياكم. بون كما قلت الأولاد تو إذا هي مبتورة والأعداد مش يكون منقوص من الملاعبية، يغدوا كيفاش باش نكون الجروب؟ كيفاش باش نكون الكوليكتيف؟ كيفاش باش نكون الريتم؟ كيفاش كيفاش؟ أسئلة عديدة ومتعددة. دونك عايشكم ما تستناوش في حاجه كبيره ياسر، وانتم ما عندكم الحق. والكوفيد هذا ما تعرفوش عليه، وقال لك من ديسمبر وجانفي وربي يسترنا 5000 موتة ان شاء الله. والله يعطيك الصحه في الاخبار والموجات الايجابيه. لا لا تبع انا يا ولدي، انا بالواقع انا هذا لا تقرا يا سمير في الواقع انا في الواقع انا اسمع انا للديني ما استعرفش. عرفتوا كزكريا اللي خرج لنا ذاك قال باش نموتوا الناس الكل. اذا البارح كاستيكس يقول لك راهو ليلي عنده 5100
سرير نعاش انتهى. أيه خلي احنا عندنا وقيه ريت القيه تي وكله نعرف شو وقيه معنا شيء يا ناس فيق وعي شويه شوي كذا. واتمنى ان اكون وفي اتمنى ان اكون وفي حتى الخوي وقت كلمني بالقانون انا قلتها بالدارجه اتمنى ان اكون وفي معناها اللي ما نقله من الحكايه نتاع السياسي العام. اي هذا هو خاطر يقول شيء يقول لك التحقيق وما زالت العداله لم تقل كلماتها تسبق فيها للمتابعة. يا كابتن نحب نقول حاجة ما تخليها ليش في قلبي. الاسم كابتن خالد حسني المهنة زكريا بوقرة. والله يعطيك الصحة. الاسم خالد حسني المهنة زكريا بوقرة. ذاك اللي يخرج قال باش نموتوا الناس الكل بالكورونا. لا ماني زكريا بوقرة. مش ناس مش تموت هذا سمعته. تفدلك تفدلك عليك يا كابتن تفدلك. اتونسيون سي تري دونجورو. بيان سور بيان سور. سيت ان اساسان سيت اون كوشونيري كوفيد يزيم اللغة قالوا. اي ما ردوا بين. اي حسام الحاجة اللي نحكي شوية على نادي الفريقي. قلنا أنه كل مرة باش نتناولوا عودة الموسم من خلال نادي وتحضيرات نادي معينة. نادي الفريقي رجع للتمارين تقريبا أكثر من أسبوع 10 أيام عودة تمارين بالشبان. عديد من الشبان اللي ديجا نعرفهم كما القصاب كما العبيدي وكذا لكن مع عديد من الشبان اللي ما نعرفوهمش. لكن وسط غياب الكوادر عاطف تخيلي زهير الذوادي وسام يحيى صابر خليفه الشارفي العقربي غازي عبد الرزاق سامي الهمامي احمد خليل التشكيله وبنك الاحتياط يتساءل هنيا وينهم الكوادر كيفاش قاعده نادي الافريقي يترانا وينهم الكوادر شنو اللي قاعد صاير وينهم الانتدابات. حسام الحاج علي وانت نتصور عندك شويه كواليس شويه معلومات. شوف اول حاجه ايمن انا توحشت الكلوب توحشت مشي الستاوت توحشت التفريجه وتوحشت نشوف الكلوب تربح باه تمتعت شويه بكل الجو نتاع الفيراج ونتاع الكراكاج اللي تعمل لكن نحب نشوف هذا سور لو تيران. انا نتمنى سنه موجود في تونس نتفرج على الكلوب تربح الكلوب تمتع والكلوب تنافس على الالقاب. وكان سانسيرمون معناتها جمعتي الثلاثه التالي كنت تري كونفيون وتري اوبتيميست على الاخبار والريكروتمون وان شاء الله الامور. لكن توا ما عادش اوبتيميست. مش اوبتيميست بديت نتقلق شويه. علاش؟ خاطر نعرف انا وقت اللي ترجع ترجع للبريباراسيون وترجع للونترينمون ترجع بالايفيكتيف كامل. وانا في بالي شنو الاشكال مع الكوادر؟ ابارامون مادام نشتر رجع وشتر ما رجعش دونك ما خلصوش. ما فهمش تفسير اخر. اذا انت شتر رجع وشتر ما رجعش كان ما رجعش اللي هو ثم كونفينمون ولا ثم كوفيد نفهم لكن ما ثم حتى تفسير. دونك وحنا نعرفوا لي فان سيزون لي جوريت متقلقه وثم جوريت شكات وثم جوريت اللي ما خلصتش واليوم جوريت سمعت اللي ثم فلوس داخله وفلوس دخلت دونك تحب تخلص. وجوريت تقول لك اللي اذا ثم فلوس وانت تجيب في الريكروتمون وتجيب في جوريت دونك الفلوس موجوده خلصني انا مقبل. بالنسبه لنا هذا هو التفسير. لكن نتمنى مادام مازال شويه بعض الايامات تتحل الوضعيه وترجع جوريت الكل وتقعد جوريت كي ميريت انها تلبس مريول الكلوب وكي ميريت انها تلعب السنة في الكلوب من غير عاطفه من غير تدخلات من غير حتى شيء. اللي يستحق يقعد وان شاء الله اللي ريكروتي يجي وان شاء الله الكلوب السنة ترجع للنيفو نتاعها اللي نعرفه انا وترجع تنافس وترجع تفرح الجمهور هذا اللي عمل للفستيفال اللي رينا الكل. كابتن سمير سليمي نحكي بطبيعة على الكوادر هنايا. الاشكال حسب ما يوقع في الكواليس وحسب الاخبار اللي هي صحيحه يا تنقصوا في الشهاري يا اما ما عادش عندكم بلاصه في النادي الافريقي. هو قبل كل شيء زروق ساعة حتى كانوا موجودين الكوادر الكل والإفكتيف كامل الكل دو سمان التالي بداوا يترناو ودو سمان أخرين البطولة شهر ما نجمش النادي الإفريقي ولا أي فريق في العالم نجم فما بالك في جمعة ينجم يكون حاضر 100%. دونك حتى كان الكوادر والإفكتيف الكل بالانتدابات اللي صارت الكل شهر وشوية تحضيرات شهر شوية بالكل تحضيرات. أنه يرجع الفريق منقوص من معظم لاعبيها وجل لاعبيه فهناك عدد كبير من نقاط الاستفهام. اليوم أكثر من لاعبين لبسوا ماريو نادي الفريقي في 5-6 سنين اللي تعديوكم. ولا نتكلم على الإفكتيف بتاع الكلوب بنسبة 70% راه. كي صابر وسام زهير. الأسامي الكبيرة الكل. باهي وأنا شو نقول وحتى المنتدبين مازالوا. وأنا شو نقول؟ نقول ديما أنه في النادي الفريقي في مشكل نتاع تواصل مع الناس. من المفروض كي تبدا التمارين تعطي للعباد الناس الافكتيف تاع الكلوب هو فعندي زوج ثلاثة انتدابات باش يجيو الجمعة الجاية عندي فلان الفلاني راهو مضروب وراهو كذا وعندي فلان الفلاني فلان الفلاني ولا ثلاثة من اللاعبية هذوما راهو وقع الاستغناء عليهم ولا طلبنا منهم ربما الانقاص من الراتب الشهري واحنا في بحثات معاه واضحة الأمور قدام الجمهور تكون واضحة وأنه المدرب الأسعد الدريدي طلب كذا وكذا وكذا ووفرنا له عدد من اللاعبية وعلاش وسام قعد خاطر الأسعد تحب عليه وعلاش الآخر ما قعدش
خاطر الاسعد ما حبش عليه. تبدا الامور مقننه وواضحه. يمكن ثم حاجات اخرين اللي مش 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 ممكن انه نقولوه مثلا. لا في وقت احتراف العالم الكل يتكلم هكاك. هو النادي الافريقي ممنوع من الانتداب. يقول لك اذا كان تحل الانتداب النجم نطفي الضوء، اذا كان صار مانع من الانتداب الكوادر يرجع. تولي ماهيش عمليه احترافيه. ولا انا خاطر الوقت وفين نحب نخلي الكابتن كامل ينشر او الموضوع سنتداوله. طيب بطبيعه بطبيعه. كما قلت لكم مبتور انا مبتور. وانا مع الجميع مع الاولاد. وسمير تو قال معناها نقطه هامه وهامه جدا. قبل كل بدايه موسم يا خويا عملوا لنا ان ديبا دانفورماسيون. ما معنى هو الكونفيرونس دانفورماسيون؟ ما معنى يجي الطبيب يجي يحضر في الكونفيرونس؟ الطبيب بريباراتور فيزيك لونترينور الناس الكل، كل واحد يعمل ملف ملف تاع بريباراسيون فيزيك. يا خويا راني ما نجمش يقول للناس راهو هذا كذا. الطبيب هو قداش من واحد وقداش كوفيد الوحده الانتدابات امور كذا. واعطيو اعطيو معناها لافيش دو كلوفريكان. اعطيه الواحد معناها على اكثر ولا اقل. ايش هو على علم كابتن حتى جمعيه ما عملت هكا. لا لا يلزمنا نعملوا يلزمنا نعمل لسانة المئوية وكذا. يكونوا لوني علاش ما يكونوش سباقين حسين في حاجة بيه؟ يلزمنا نعمل خاصة في عام المئوية اللي استنى برشا الجمهور. جمعية ما حتى جمعية احنا نمشيو معاهم. لا 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 ماذا بينا كوميونيكاسيون. انا يا خويا الجمهور هذا اللي تعمل لي لطخة وعمل لي هو عنده الحق باش يعرف. عنده الحق واجب علينا باش نبلغوا له المعلومات. هو مول الجمعية. صحيح هو مول الجمعية. مشكور جدا كابتن خالد حسني. مشكور حسام الحاج علي. لا شكرا قادرين نخلصوا احنا بكلام. مشكور والله معلم. مشكور جدا سمير السليلي. ما قلتليش باش تعمل في الويكاند سمير؟ خليتك لاخر الحصه. قلت لك عندي شهرين برنج. في الدار معناتها في الويكاند في الدار. والله عندي شهرين في الدار نخرج في الدفء العائلي. ما نخرجش. شكرا الناس الكل كنتوا في المتابعه والاستماع. ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين نهايه اسبوع سعيده. صباح الخير.